فاهم انت عايز تجيب حد معايا ليه؟ هو انا مقصر في حاجه ولا حتى مقصر في الشغل عشان تجيب حد معايا؟ ومين قال ان انت مقصر؟ انت طول عمرك راجل معايا، بس انت عارف ان انا مسافر واحتمال اغيب شويه عشان العمليه اللي انا رايح اعملها، فلازم حد يبقى معاك ويساعدك. يعني انت شايف اللي انت بتقوله ده صح؟ ايوه طبعا صح. هو انا عمري في حياتي هضرك؟ عموما انا صاحبي لسه قافل معايا من شويه وقال ان هو هيبعت الراجل اللي هينزل الشغل وهو جاي في السكه دلوقتي، يا ريت تعلمه كل حاجه في اسرع وقت عشان هينزل معانا من النهارده. ماشي يا اخويا اللي انت شايفه. السلام عليكم. الراجل بتاع البضاعه جه، راح اشوف العينه اللي معاه. عليكم السلام. جامده دي، في منها كام لون؟ موجود منها 4 الوان. تمام، نزل لي منها كرتونتين في المخزن. تمام ماشي. مساء الخير. مساء النور. هو استاذ تيمو موجود؟ موجود. حضرتك مين؟ انا اللي بعت استاذ احمد عشان الشغل الجديد. اشرف؟ مش اسمك اشرف برضو؟ اه اسمي اشرف. تعال هنا اتفضل. اكيد انت استاذ تيمو صح؟ صح. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ ان شاء الله باذن الله. اشرف انا عايزك تكون قد المسؤوليه اللي انا شايلها لك في المحل هنا. انا اخويا هنا هيقف لوحده، يعني عايز قلبكم على بعض وتخلي بالكم من المحل. انا مسافر اشرف ورايح اعمل عمليه واحتمال اقعد فتره كبيره هناك، ادعي لي ان هي تنجح. بس بالله عليك انا اهم حاجه عندي في المكان هنا الامانه يا اشرف. لا يا فندم، عامل 350 جنيه. طب تمام، موجود منه مقاس 43؟ اه يا فندم موجود. اتفضل استريح لغايه لما اجيبه. اتفضل يا فندم. تمام بعد اذنك كده ناقص 20 جنيه. لا الو ايه يا تيم، مسافر دلوقتي؟ طيب انا جاي اوصلك دقيقتين واكون عارف. مع السلامة. بص هروح اوصل تيمو وانت خلي بالك من المحل قوي. ماشي. انا في رقبتك. ماشي. شفت الخداع ده انا توصله. اسمع بقى اشرف الكلمتين دول، كل اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. انت من النهارده زيك زيي. زي مين؟ اخويا اعمى يعني. واقول لك حاجه كمان، ما بتسمعش، واي حاجه انا بعملها هنا مالكش دعوه بيها. احفظ بقى الكلمتين دول عشان ايامك تعدي. يلا روح. والله العظيم دول اكل العيش. اخوك اللي بقى منا على المحل كنت شفت منه رد فعل ما عجبكش. فيه وصل. طب طمني، العمليه نجحت ولا فشلت؟ فشلت؟ لا يا عم طمنت قلبي. طب هكلمك تاني يا اشرف. عايز ايه؟ خد والنبي يا اشرف روح هات تيمو من المطار عشان انا في حاجات جايه لي دلوقتي ولازم استلمها بنفسي. الحمد لله يا ريس، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. كنت قلت لي ان انت عايزني في حاجه واستنيتني لما انزل. بصراحه يا ريس انا خايف اقول لك، يا تقول لي انا بوقع منك وبين اخوك الصغير. اخويا؟ مال اخويا؟ خايف. هنعمل ايه؟ يا عم لو على اخويا مقدور عليه، كده كده العمليه فشلت. انا خايف من الولد الجديد اللي شغال معانا ده اللي هيسلمنا. قصدك ايه؟ قصدي ان هو ممكن يروح يقول لاخويا كل حاجه بتحصل من وراه، ان احنا بنسرق في المحل وبنزود في البضاعه. بنزود؟ ايوه بنزود. طب انا هو مالناش عندي سليم بضاعه محل تاني. وديني المحل يا اشرف، ما تودينيش على البيت. عليا الحرام، لو فكر بس يقوله هيبقى اخر يوم في عمره. طب بقول لك ايه؟ اقفل دلوقتي عشان هم وصلوا. اخويا الف 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 الحمد لله على السلامه. اخويا ولا يهمك يا اخويا، ما تزعلش ان العمليه فشلت، انا نور عينك.
انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل في المحل من ورايا، والكلام اللي اشرف بيقوله ده صح ولا غلط؟ كلام ايه؟ كلام ان انت بتسرق فلوس من المحل، وكمان بتجيب لي فواتير مزوره باسعار مزوره، وانا حطيت كنت الاثنين قدام بعض عشان اعرف مين الكذاب. يا ابن اللعيبه يا اشرف، انت عايز توقعني بيني وبين اخويا؟ تصدق انا غلطان ان انا مسحت الفيديو؟ يالا فيديو ايه؟ فيديو عم تيمو، فيديو الكاميرات جايباه وهو بيزود في فلوس البضاعه وبيحط فلوسها في جيبه، وانا قلت عيل غلبان، وقال لي اخر مره رحت مسح الفيديو، انما تيجي توقع بيني وبين اخويا انت مجنون يالا. دلوقتي التمثيل اللي انت عملتهم دول انا اصدقك؟ اذا كان اخوك مش هيصدقك. لا اصدقه، ده اخويا من لحم ودم. مش هيجي واحد زيك شغال معايا بقاله كام يوم يفكر انه يوقع بيني وبين اخويا. انا عايزك تطلع بره. لا يا اخويا سيبه، مش هنقطع عيش حد، ده شكله عيل غلبان وهيحرم. يعني بعد اللي عمله ده وعايز نسيبه يقعد معانا هنا عشان يوقع بينا تاني وتالت؟ لا يا اخويا، هو مش هيعمل حاجه تاني على ضمانتي. انت فين؟ انت بره؟ طب انا طالع. تيمو انا هروح اجيب حاجه من بره واجي على طول. ماشي. انا رجعت يا تيمو. الو باشا، كنت عايز ابلغ عن حد. بس يا اشرف فرح اخت بكره اوعى ما تجيش. يا عم قلت لك اجي خلاص، ما انت عارف اختك هي اختي. يعني البس بس الجاكيت ده عشان بعمل حاجات جوه. البس يا عم عمك، البس البس. ماشي يا طول. المهم روح انت بقى عشان ورايا شغل. خلي بالك من نفسك. هو في حاجه ماشيه ولا ايه؟ عرفت بقى في ايه؟ تعالى ثانيه واحده يا باشا. بعد اذنك انت واخد الشخص الغلط. غلط ازاي انا ماسكه متلبس؟ يا تيم انا اخوك. يا تيم هو واخد اشرف. يا باشا سيبك منه، يا باشا ده ما بيشوفش. لا بشوف يا باشا، واللي في ايدك ده بريء. بريء ازاي يعني؟ انا هقول لك يا باشا، اتفضل شوف. قلل في الكلام، أهلاً ازيك طب سلام، وراسي ما خفت من الألام، دموعي والله بتكسر طموحي، عايش في زمان. طب بصيص لي كده ليه؟ أنا مصدوم اللي أنت عملته ده. ما كنا لمينا الموضوع بيننا وبين بعض. كانش هينفع بيننا وبين بعض. من حفر حفرات اللي أخيه وقع فيه، وهو يستاهل إن هو يقع فيه. ماشي معاك حق، بس انا مبسوط ان انت فتحت.